بنصبح على حضراتكم، وخلونا نبدأ معاكم جولة مرورية في شوارع القاهرة، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل دلوقتي. خلونا نبدأ معاكم محافظة القاهرة، وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. نروح لكوبري أكتوبر، هنلاقي هناك فيه كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي فيه سيولة مرورية. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي برضو فيه بعض الكثافات المرورية وصولا للمنصة. ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة. كمان بيشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات. شهدت مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، لكن الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري. في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان بدأت بتتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية، هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. نروح لطريق الماريوتية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر بقى كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وإمبابة. لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيش اي كثافات من دول الطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الزراعي بتظهر ايضا برضو بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أقل من المعتاد في أول طبعا أيام في شهر رمضان. لكن بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. نكمل جولتنا ونروح محافظة بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع.